قرى الهدف تحقق، ونجمك الساطع بين الثريا يزداد بريقا كلما العطاء تدفق. لك مني عهد يا مدرستي، لك مني عهد يا مدرستي، بقدر ما قطع القلب وتمزق، بقدر ما قطع مجدك من أشواط وتصدق. في قاموسي من الكلام ما يعبر عن ما أكنه لهذه المؤسسة، مؤسسة السبيل، من مشاعر الحب والشكر والعرفان، فقد كانت لي القدوة السابقة، والبحر الذي أمهل من علمه وأخلاقه، والسراج الذي أضاء لي الطريق. أستاذ القادر مزيان، أشتغل كإطار إداري مؤسسة السبيل. إن قمنا اليوم شاركت وانخرطت مع أساتذة في هذا الموضوع ديال ذاكرة السبيل. شاركت مع تلاميذ السنة الإعدادي في جوج ديال ثلاثة ديال الأنشطة، قصيدة شعرية وشريط فيديو يتحدث عن ذاكرة السبيل وملحمة تاريخية للمؤسسة. عندما هذا العمل تقريبا أسبوعين، لأنه تصادف مع الامتحانات والفروض التي تمر في هذه المرحلة، لذلك وجدنا هناك صعوبة في التنسيق بين الأنشطة وإعداد الدروس. إذن كان هنا مشكل، ولكن التلاميذ وتحمس التلاميذ خلاهم وحبهم للأنشطة التربوية والثقافية خلاهم يضعفوا الجهود باش الآن قمنا بواحد العمل كان كيبان عمل جبار قام به التلاميذ، وتعمدت ندخل ونشترك أكبر عدد من التلاميذ حيث تجاوز 20 تلميذ، من أجل ترسيخ ديك قيم المواطنة وقيم الأخلاقية إلى غير ذلك. هذا الأسبوع هو الآن، هذا الأسبوع الثقافي هو في نسخته 25، لأننا تجاوزنا تقريبا 25 سنة أو ربع قرن من افتتاح هذه المؤسسة. إن كل سنة نقوم ابتداء من شهر يناير بالاستعدادات، توزيع الأدوار، إعداد برنامج، توزيع الأنشطة والقيام أثناء الفراغ التربوي، القيام بالاستعدادات للتلاميذ ليتهيئوا للقيام بهذا النشاط. واليوم هذا الأسبوع، طيلة الأسبوع يتوزع التلاميذ إلى 5 حصص أو 4 حصص في اليوم، كل قسم أو كل مستوى يقدم النشاط ديالو على حسب الموضوع اللي اختاريناه. ذلك اليوم سيبقى محفورا بذاكرتي للأبد. استيقظت صباحا كما عودتني أمي، ألبستني فستانا أبيض وحذاء أبيض. اتجهت مؤسسة السبيل التي كانت تفتح أبوابها للعام الأول. ناصر خنتوغيتا، كنقرا في السبيل ايتابليسمون في بير قاسم، واليوم شاركنا مع استاذ عبد القادر في هذه المسرحيه. كان لينا الفخر الشديد فاش ندوزو معاه قدام هاد الاباء والتلاميذ والاساتذه، وشنو نقدروا نقولوا في استاذ عبد القادر اللي دار بزاف باش نجحات هذه المسرحيه، وقدو التلاميذ يلعبوا الدور ديالهم بشكل مزيان، وكنمثلوا التلاميذ القدماء ديال مدرستنا اللي دازوا. كنبغيو نشكروا كلشي، الاستاذ بوزوباع، استاذ خياطي، استاذ خلوقي، شكر شديد. سميتي ياسمين الغمارتي، عندي 14 عام وكنقرا في الثالثه اعدادي ديال مؤسسه السبيل. الصراحه اليوم حنا فخورين بزاف براسنا وبالاباء اللي جاوا يتفرجوا فينا. الصراحه ما عندي ما نقول من غير كنشكر بزاف استاذ عبد القادر اللي دار لنا هذه المسرحيه الزوينه بزاف، واللي كتفكرنا بليزيليف اللي دازوا قبل منا ايتو. وكنشكر بزاف الاستاذ بوزوباع، الاستاذ خياطي، الاستاذ خلوقي، وكاع الاباء اللي جاو تفرجوا فينا. هادشي اللي عندي. كل حروفي، كل شيء فيك يدي بويسري، شموخك العالي اراه في القارب من الاخبار، سيتك سحر يباغت القاسي والداني، ينسيني عنواني، اخاف من ذاكره النسيان. أنا ياسين، عندي 14 عام، تنقرا في مؤسسة السبيل بيت قاسم في التاسعة، وكنا فخورين بهذا
مناسبة ديال لاسومين كولتوغيل وكانت تجربة زوينة. سي عبد القادر اللي أطر هاد لاسومين كولتوغيل الدور التربوية والإدارية. كثيرة هي المواقف أو الصور أو المناسبات التي مهما طال الزمن وتقدم بك العمر فإنها تبقى حاضرة محفورة في جمجمتك تستحضرها الذاكرة كلما خلى الإنسان مع نفسه أو ركن جسده المتعب في زاوية من زوايا الجلوس أو تجسدت أمامه حالة الموت. اسم ديالي مريم علامي 14 عام وكنقرا في الثالثه اعدادي ديال مؤسسه السبيل. اليوم درنا واحد تجربه زوينه واحد المسرحيه كلشي داز كما خططنا ليه وبغيت نقول شكرا للاستاذ عبد القادر اللي عطانا هذه الفكره هذه وعطانا السيناريو ديال المسرحيه وحنايا فرحانين بزاف لان مؤسسه السبيل كدير لنا هاد كل عام كدير لنا هاد لا سيمين كولتوريل. شادين خياري جي 14 عام كنقرا في ليتابليسمون السبيل في حي الرياض. اليوم كان عندنا لوكازيون لي بريزونتي واحد لا بياس تياترال مع مسيو عبد القادر قدام لي فامي ديالنا ولوستاف ادمنستراتيف لي زيلاف ايتترا. كانت هذيك لا بياس تياترال عندها بور بوت باش اون سكوميمور هذوك لي 20 سنه ديال ليكول والحمد لله داز النهار مزيان وكلشي وديك لي سيمين اللي دوزنا وحنا كنبريباري وعطاو لو فروي ديالهم. كنشكر مسيو عبد القادر حيت عطانا لوكازيون لي نبريزونتيو هاد لا بيس تياترال قدام كلشي وسا بو نو دوني لوكازيون لي اون سكوميمور كاع لي سوفينير لي عندنا مع كساسوا لي زامي ولا في ليكول ان جينيرال. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.